راديو الأهرام يقدم سينماتيكي مع السيد محمود سلام. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا سينماتيك على راديو الاهرام. كنت نوهت في الحلقه اللي فاتت عن ان الحلقه دي هتكون عن مهرجان الجونه السينمائي اللي هيفتتح الخميس 20 سبتمبر الحالي. دي الدوره الثانيه. الدوره الاولى كللت بالنجاح بكل اراء النقاد والسينمائيين وكل اللي تابع الدوره، وكانت مفاجاه صراحه الدوره الاولى. احنا النهاردة قدام دورة تانية فيها جهد كبير واضح، فيها محاولات لإثبات ان الموضوع مش موضوع بيزنس، مش موضوع فلوس، مش موضوع ان الاخوين نجيب ساويرس وسميع ساويرس يدعماني مهرجان من اجل بيزنس معين. لا، في محاولة لإثبات ان في سينما وفي مهرجان مصري على طريقة مختلفة غير المهرجانات الموجودة منذ سنوات طويلة. عندنا القاهرة السينمائية، عندنا الإسكندرية، عندنا الأقصر، عندنا أسوان، عندنا القومي، عندنا مهرجانات كتيرة في مصر، لكن الخطوة الجديدة اللي جت في مهرجان الجونة خلت في حالة ارتباك شوية في المهرجانات المحلية. احنا ليه مش قادرين نعمل زي كده، او ليه لنا سنوات طويلة ما عرفناش نعمل زي كده. ده كان في الدورة الاولى من المهرجان. الدورة التانية فيها زي ما بقول مجهود، فيها البرنامج بتاعها بيقول انها هتكون الى حد ما موفقة من خلال البرنامج اللي احنا بنقراه. يعني النهاردة في 38 دولة هتكون موجودة في افلامها، سواء الروائية، سواء القصيرة، سواء خارج المسابقة، في كل الأقسام موجودة 38 دولة، منها 12 فيلم روائي طويل بتتسابق على 110 ألف دولار أمريكي. منها جوائز تانية موجودة للأقسام التانية، للقسم الفيلم القصير، للأقسام الموجودة يعني زي الأقسام العربي. المهرجان السنة دي بيحاول يكون يعمل شكل من أشكال المتعارف عليها عالميا. يعني لو رحت مهرجان كان أو مهرجان برلين أو مهرجان فينيسيا أو أي مهرجان عالمي، في شكل معين بيبقى المهرجان موجود له برنامج متفق عليه. يعني النهاردة عندك أفلام، عندك ورش، عندك تكريمات، عندك منصات، عندك برامج، هي دي الحاجات، عندك ندوات، عندك نجوم. ده الشكل اللي متعارف عليه بيتعمل صحيح في المهرجانات المحلية، لكن بيبقى يعني ايه على ما أسم. يعني ما يمكن القاهرة والإسكندرية والأقصر تحديدا، الثلاث مهرجانات دول عملوا شكل السنوات اللي فاتت دي كان شكل موفق، وكان شكل صراحة أشادت به الناس. جال المرحلة الجديدة اللي حصلت ومهرجان الجونة حصل فيها في دورته الأولى، وأنا لسه ما زلت بقول الأولى، لأن الثانية لسه احنا بنشوف، لسه ما نقدرش نتكلم. لكن الشكل زي ما بقول البرامج الموجودة، كون انه هيتفل في مرور 10 سنوات على شاهين وفليني وبريجمان، في احتفال بشخصيات أثرت تاريخ السينما العالمية، ومش هقول المحلية بس. في موائد للحوار، في هم مختارين السنة دي سينما من أجل الإنسانية، ومختارين برنامج لتمكين المرأة، ومختارين أكتر من مؤتمرات وورش، زي ورشة عمل عن اللي بتديرها السفارة الأمريكية، وفي مؤتمر إقليمي للسينما العربية المستقلة. في حاجات محاولات لأنك تكون على الشكل العالمي الموجود. الأفلام الموجودة صراحة فيها مجهود كبير قوي بذله المبرمج والناقد واعتقد ان هو عمل طفرة في مهرجانات السينما العربية، انتشال التميمي الناقد والسينمائي، اللي هو كان عاش فترة، هو كان يعني بيعتمد عليه مهرجان زي ابو ظبي في دوراته بعد الاولى والثانيه والثالثه، هو مسك اعتمد عليه المهرجان ونجح المهرجان ببرمجته. يعني انا في رايي ان المبرمج هو رقم واحد في نجاح اي عمل، اي مهرجان سينمائي. اذا المبرمج عرف يجيب افلام من مختلف المهرجانات، وخصوصا افلام تكون لها طابع مختلف، يعني مش مجرد يروح يشوف افلام اكشن فيجيب افلام اكشن، لا، بيعمل نوع من البالانس ونوع من التوازن في نوعيه الافلام اللي بيجيبها، بيجيب افلام الجوائز. هو دايما بيكون بيلف، يعني انتشال بيروح كل المهرجانات، فبيروح يشوف المهرجانات دي الموجوده في كل المهرجانات، يشوف الافلام الموجوده ويركز عليها. النهارده الفيلم ده فاز، فخلاص الفيلم ده هيكون موجود في مهرجان الجونه مثلا، او المهرجان اللي هو ماسكه زي ما كان بيعمل كده في ابو ظبي. المهرجان النهارده الجونه في دورته الاولى
بيحاول يعمل شكل جديد زي ما قلت، بيمنح جائزة الإنجاز الإبداعي لاتنين مهمين جدا، منهم داود عبد السيد ودرة بوشوشة، والاتنين ليهم تاريخ كبير قوي سواء داود عبد السيد أو درة بوشوشة في السينما سواء المصرية أو العربية. يمكن احنا عارفين الأستاذ داود، عارفينه وعارفين أعماله، بداية من مثلا أنه كان بيشارك مع يوسف شاهين كمساعد مخرج في فيلم الأرض، وبعدين بدأ هو عمل الصعاليك في 85 واستمر بأدائه أرض الخوف، أرض الأحلام، بحث عن سيد مرزوق. طبعا الترتيب مش يمكن الترتيب الزمني مش كده، يمكن يختلف، عمل مواطن ومخبر حرامي، رسائل البحر، وقدرات عادية اللي هو كان 2014، ده أعتقد أنه كان آخر عمله. درة بوشوشة يعني هي منتجة سينمائية شهيرة معروف، حصلت على العديد من الجوائز كعملها كإنتاجي، بيكرمها المهرجان لأنها فعلا كان لها دور، هي ترأست مهرجان خرطاج السينمائي 2008 و2010 و2014، وكانت عضو لجنة تحكيم مهرجان برلين، واختيرت رئيسة للجنة المتابعة في مؤسسة إيدو سينما دومونت في 2014، وشاركت بأفلامها وكتبت سيناريوهات وليها دور فعال، فهي تستحق أن تكون فعلا. كان اختيار، أنا شايف أنه اختيار موفق جدا جدا في مهرجان الجونة. المهرجان هيفتتح سبت الخميس بفيلم اسمه سنة أولى، الفيلم إخراج توماس ليلتي، وهو فرنسي، الفيلم فرنسي، وعن الشباب، عن هو فيلم شبابي جدا، عن أنطوان، شاب على وشك بداية عام الدراسي الأول بكلية الطب، ويتقدم للقبول للمرة الثالثة في حين المتخرج حديثا من المدرسة الثانوية محاولته الأولى. يعني هو فيلم شبابي، يمكن إن نقول إن هو كوميدي، مش فيلم زي السنة اللي فاتت لما تم اختيار أفلام فيلم مصري مثلا للافتتاح وفيلم مصر الختام. احنا هنشوف السنة دي في مهرجان الجونة مسابقات عدة، في مسابقات المهرجان، جوائز مختلفة طبعا، جوائز عالية هي اللي بتخلي المشارك او اللي عنده فيلم، الممثل او المخرج او الكاتب او ايا كان من صناع العمل او ممثل او الممثله، يبقوا فرحانين وهم رايحين. لما تبقى جائزه نجمه الجونه الذهبيه لافضل فيلم روائي دي ب50,000 دولار، يعني النهارده اللي ياخدها يبقى عنده دعم او عنده تمويل يقدر يعمل فيلم التاني، خصوصا من اصحاب الافلام المستقله او اصحاب الافلام الاولى اللي هو اللي ما عندهمش دعم، لو شارك النهارده وفاز بجائزه. جائزة النجمة الفضية برضو مش صغيرة، 25,000 دولار، ودي برضو جائزة كبيرة جدا. الجائزة البرونزية للفيلم الروائي برضو جائزة 15,000 دولار. الذهبية لأفضل فيلم عربي روائي طويل دي معروفة، ودي بتكون 20,000 دولار، وهي بتخصص للفيلم العربي الطويل. وطبعا في أحسن ممثل وأحسن ممثلة، ودول موجودة في لجنة تحكيم السنة دي، برضو تم اختيارها بشكل موفق جدا جدا. هنشوف السنة دي مشاركات للنجوم المصريين، من النجوم العرب، الأفلام الموجودة، أفلام يعني أنا لو قعدت أقرأ لكم في الأفلام هياخد وقت كبير جدا، لكن أنا تقريبا قريت كل اللي موجود من كل دول العالم الموجودة، 38 دولة في أفلام، أعتقد في أفضل الأفلام. يعني أنا بقول لكم مش في الأفلام بس، لا، ده أفضل الأفلام اللي وجدت في المهرجانات العالمية والعربية. هو ما كانوا فعلا زي ما بيقولوا بيحاول، يعني لو لقى فيلم مثلا في الجزائر يجيبه، لقى فيلم في تونس يجيبه، يعني فيلم تونسي مثلا وانتاج بلجيكا او فرنسي برضه يجري عليه لغايه ما يجيبه، زي فيلم ولدي ده لاخراج محمد بن عطيه، ده موجود في المهرجان، في من سوريا عندما اضعت ظلي، ده اخراج سؤدد كنعاء كعدان، ده من سوريا وانتاج فرنسي لبناني مشترك. يعني هتلاقي كل الافلام مشتركه الانتاج، يعني فيلم المفاجاه اللي هو ما احنا دلوقتي بنتكلم عن فيلم المفاجأة اللي هيبقى موجود في المهرجان، فيلم يوم الدين. يوم الدين الجونة كانت دعمته من خلال منصاتها، هو مدعوم من كذا جهة من ضمنها محمد حفظه ومن شركته. الفيلم ده طبعا زي ما احنا عارفين ان هو خلاص هو اصبح هو يمثل مصر او المرشح لتمثيل مصر في الاوسكار، وهو لابو بكر شوقي. الفيلم ده قد يكون هو الحدث ل 2018، واتمنى ذلك لانه الفيلم حقق من خلال المشاهدات اللي حصلت سواء عرض في كان، فالناس المشاهدات النقديه كانت اشادت بيه، او لما شاف هنا في مصر قبل العرض التجاري. يعني هو العرض التجاري خلاص قرب، هيبقى 23 سبتمبر، لانه لازم يتعمل عرض تجاري قبل ما تتبعت النسخه للاوسكار في نيويورك او لوس انجلوس. لكن انا شايف ان الفيلم ده هيكون له دور في
انعاش حركة الفيلم المصري، او ازاي نغير من طبيعة. انت مش جايب ممثلين خالص، انت بتعتمد على مريض بالجذام خدته وعملت بيه فيلم، وعملت عن المستعمرة بتاعت الجذام دي فيلم، جبت الناس المريضة وعملت صورة جميلة، يعني راجل شغال في جامع القمامة ومريض بجذام، انت بتجيبه وبتعمل بيه صورة جميلة. دي هي السينما. السينما ازاي تصنع من اي شيء صعب او اي شيء غير مقبول عمل مقبول. وده اللي بيحصل في فيلم زي يوم الدين. واعتقد كانت الافلام اللي بتنجح وكلها صدى بتبقى لها زوايا زي كده، انك انت بتجيب فيلم بتصنعه عن حالة غريبة. وهو ده الفكر السينمائي السائد حاليا في العالم، مش انك تعمل فيلم عن قصة خير وشر وحب وكلام الموجود ده، او اكشن زي ما بيحصل في السينما الامريكية. لا، الافلام اللي بتلقى صدى هي افلام مهرجانات، بنقول عليها افلام مهرجانات، لكنها حتى لو ما نجحتش تجاريا بالشكل المطلوب، لكنها بتظل طول عمرها هي الفيلم الموجود، هو الفيلم المؤثر، هو الفيلم صاحب البلد. اتمنى للمهرجان الجونه السينمائي اللي انا قلت يمكن جزء بسيط جدا من الملامح بتاعته السنه دي، واحنا لينا لقاء تاني عنه، انه يكون فعلا مهرجان ناجح، تكون الدوره تانية. انا مش عايز اتكلم عن تفاصيل تانية لان احنا لسه في بدايه الدوره، فاي توقعات انا ما بحبهاش، ما بحبش اقول ان المهرجان هيكون ناجح جدا والمهرجان كذا ده كلام، احنا لسه بنشوف. احنا شفنا الدوره الاولى ناجحه، هنشوف دي، نتمنى اللي فيها فعلا مجموعه من الافلام، حتى مصر بتمثل فيها مش بفيلم واحد بس اللي هو يوم الدين، لا في شوكة وسكينة، فيه اكتر من فيلم قصير مصري موجود في المهرجان، في العراق موجودة، في سوريا موجودة باكتر من فيلم. صراحة سوريا السنة دي انتاجها موفق، مش حتى في المهرجان ده بس، لا ده هي حتى في مهرجان اسكندرية موجودة باكتر من فيلم، تونس موجودة، مصر ما لهاش لها افلام قصيرة كتير، او كمان ده فيلم قصير بيمثل مصر موجود في المسابقات لتامر عاشور. السنة دي بقول لكم ان الدورة الثانية ان شاء الله هتكون موفقة، نتمنى ده، لان اي عمل سينمائي بينجح او اي تظاهرة سينمائية تنجح، خصوصا اللي بتقام في المناطق الساحلية زي الغردقة زي شرم الشيخ، نتمنى نجاحها، لان ده بيساعد على انعاش السياحة المصرية، انعاش الفيلم المصري، انعاش حركة السينما في مصر. وده شيء كويس جدا، ده شيء في صالح الاقتصاد، في صالح السينما، في صالح الانسان كمان، انه يشوف حاجة جديدة، يشوف سينما جديدة. انا بشكركم والى اللقاء في حلقة قادمة. سينما مع السيد محمود سلام.